السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ناديه كامل، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الطحينه البيتشي الخام، وهنعمل منها سلطه الطحينه بمكونات. يعني الطحينه دلوقتي بقت غاليه جدا، الكيلو بقى ب 60 جنيه، في حين انا عملتها كلفتني حوالي 30 جنيه. دي كده، يلا ندخل بقى نشوف عملناها ازاي مع بعض. انا عندي هنا دي كوباية ونص سمسم أبيض، وبحطه على النار كده على عين هادية خالص خالص، وبقعد أقلب فيه كده حوالي 5 أو 7 دقايق كده لغاية ما أحس إن الزيت اللي فيه طالعة. بصوا ده كده السمسم بجيبه أبيض كده، مش بجيب السمسم الأحمر عشان الطحينة بتاعته بيبقى لونه غامق. هو ينفع عادي بس بيبقى لونه غامق. وهنا دي كوباية دقيق حطها على طاسة تانية، وبرضه بحمرها كده حوالي 2 3 دقايق، مش بخليها تاخد لون بس الرطوبه اللي فيها تطلع، وعشان الطحينه لما تقعد معانا شويه ما تديش ريحه زنخه. كده حمصنا السمسم كده، هفضيه بقى كده. انا هوفر على نفسي مرحله اللي انا اخلطه في المطحنه بتاعه التوابل، بس هو كده بياخد يعني حوالي 2 ضرب زياده، فمش مشكله يعني. هفضيه كده، كوباية زيت، وهضربه ناعم كده قوي حوالي 5 دقايق كده، هضربه وبعدين ارجع تاني. ما بحطش الدقيق عليه، بطحنه هو الاول عشان الطحن ناعم، وبعد كده اروح حاطه الدقيق. اطحنه ونرجع كده. خلاص طحنا السمسم بالزيت. بصوا انا بقالي حوالي 10 دقايق بطحنه. بصوا يعني مش لازم اطحنه في الكبه بتاعت في المطحنه بتاعت التوابل وبعدين اعمله هنا، هو انا طالما حطيته في الخلاط دافي خلاص هو بينطحن. اروح بقى ايه، بطحنه الاول لوحده من غير الدقيق. اروح بقى مفضيه الدقيق، وارجع اطحنه تاني، اطحنه وارجع لكم كده. ايه كده خلصنا الطحينه بتاعتنا. بصوا ناعمه خالص خالص، عامله زي الحرير، وتخنها حلو جدا. وكمان يعني ايه، حطوا في بالكم انها لما تبرد هتتخن اكتر. بصوا انا كفايه كده، دول هشيلهم، والحبه اللي في الخلاط دول هنعمل بيهم سلطه الطحينه. انا عندي بقى ايه، دي نص كوبايه زبادي او لبن رايب، ودي كده نص معلقه صغيره ثوم مهروس، وهنا نص معلقه صغيره فلفل اسمر، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره شطه، ولو مش عايزه شطه ما تحطيش. هحط بقى ايه، يعني حبه ميه صغيرين كده، ربع كوبايه، وبعدين اضرب واشوف اذا لقيت عايزه تاني هحط لها. ودي ليمونيه صغيره عصرها، وطبعا الملح حسب الرغبه. هضربهم بقى ونيجي كده. خلصنا الطحينه، هو الربع كوبايه لقيتها لسه تخينه قوي فحطيت لها ربع كوبايه تاني. هي الميه عموما بتبقى حسب كميه الطحينه اللي انت عاملاها. كده الطحينه دي، كده دي سلطه الطحينه، في حبه كمان لسه فاضلين في الخلاط اهم. ودي كده الطحينه الخام. بصوا يعني كوبايه ونص عملوا معانا كميه حلوه قوي، ودي لسه اصلا كمان سخنه لسه دافيه، لما تحط في الثلاجه وتبرد هتتخن اكتر من كده. يا ريت بقى تجربوا الطحينه دي، واذا عجبتكم الوصفه تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واشوفكم بقى على خير في وصفه جديده. مع السلامه.